عبارة عن حوار، طرح مجموعة من المقترحات من قبل المغتربين ممكن أحيانا يحتاجون بعض الحلول. طبعا هذا الشيء مهم جدا لأنه نحن جايين عم نعيش مرحلة إعادة الإعمار وتتطلب تضافر جميع الجهود من مقيمين ومغتربين مستثمرين وباحثين وكل من يستطيع المساهمة بإعادة إعمار سوريا. هناك كانت مقترحات، كانت آراء، كانت رؤى تم مناقشتها مع الأخوة المغتربين، مع رجال الأعمال، مع الفعاليات في المحافظة. بعض منها يحتاج لمعالجة على أرض المحافظة، منها تسهيلات الأخوة المغتربين. مؤتمر يعني تشاوري، وكويس يعني كان لقاء، استمعنا لعدة وجهات نظر والهواجس يعني الأخوة المغتربين، يعني كمان كان في شرح مفصل يعني من الأخوة المسؤولين. أهمية هذا المؤتمر تأتي من خلال تعريف المستثمرين والمغتربين بشكل خاص بقانون الاستثمار الجديد صدر بعام 2021، بأهم المزايا والأفات الذي يقدمها المستثمر لجميع المشاريع التي تقام وفق أحكام تم عرض الفرص الاستثمارية المتاحة لإقامتها بهذه المحافظة. الفرص الاستثمارية التي طرحت هي انطلاق من واقع المحافظة، من طبيعتها، من مناخها، من حاجة المحافظة، سواء احتياجات زراعية كان درجة أولى